بص الموضوع الحياة بيتكلم عن الأهم الإنساني للسيدة أو للمواطن بشكل عام، وفي نفس الوقت الهم الإنساني اللي ليه علاقة بالمشهد السياسي اللي فرض نفسه على الأحداث سواء في مصر أو في الوطن العربي بشكل عام. فأعتقد أنه الفكرتين لما يجتمعوا في نص يكون اسمه طقوس الموت والحياة، ساعتها يكون التفكير في اختيار النص هو ده يعني أحد الأسباب الأساسية اللي خلتني أختار نص طقوس الموت والحياة عشان يتم عمله وعرضه في مسرح الدراما. قد واجهت قائد الذي أولاني عنايته ورعايته. لا أستطيع، لقد خنت الأمان، إن العشق لا يصلح للجندي. لا أستطيع الهرب ولا أستطيع المواجهة، ليس لي طريق سوى للتحرك. يعني طبعا أنت شرفتنا في العرض، وأنت متهيألي أعتقد أنك شفت أن في مناطق كتير جدا في هذا العرض تمس اللحظة الحالية اللي بمر بيها في مصر. اللحظة دي بتمس الشعب والجيش والسلطة، وموقف الجيش من السلطة وموقف الجيش من الشعب، فعشان كده طقوس الموت والحياة. أريد أن أبقى وحيدة، هذا كل ما أريد، ولكني مصرة على معرفة ماضي زوجي. أريد أن أدرك كل شيء عن والد طفلي رغم الموت وغيابه في أعماق القبر. الحقيقة عندي أهم من موته وأعظم من قبره، ولكن تلك الحقيقة لن تفيدك في شيء، لن تجعلك أسعد حالا مما أنت فيه الآن. صدقيني، دعي الموت لماضيهم ولا تنبشي في الماضي. لو في استطاعتي إمام جهاد القبر لكي أظفر بالحقيقة ما تلطفت أبدا. أنا لست مثلك. ماذا تقصدين بكلماتك هذه؟ أنت امرأة قاسية لا تبالي بمعرفة الحقيقة. يبدو لي أنك امرأة مخيبة أيضا لا تبالي بأي شيء. وجودك هنا هو أكبر دليل على صدق كلماتي. عمي، لا تلعبي معي لعبة النساء. أية لعبة؟ لعبة الاستفزاز وحملي على الكلام. أنا أيضا أفهمك وأفهم أسلوبك معي. أنت امرأة صفيقة بشعة. مش بدأ يا ست، يعني جوزت ورفضت إن هي تتخلى عن إن هي تمشي عن جوزها ويسيبه على القبر، فوهبت حياتها كلها إن هي تقضي عمرها كله اللي جاي في إن هي تفضل قاعدة على القبر بتاعه، ولحد ما بتبدأ تتصدم في واحدة واحدة في الواقع بتاع الحياة من خلال الشخصيات اللي بتخش تتقابل معاها في العرض، وبتبتدي تفهم انه الحياة كلها مش ان احنا نعيش نموت وراء اي حد مات. الحياة لازم يبقى فيها امل ويبقى فيها تفاؤل للحياة، وان اللي جاي ان شاء الله بيبقى احسن. فبتبتدي الى حد ما تبتدي بقى تشيل كل اللي هي كانت حاسة بيه طول الوقت وترميه وتبتدي تعيش حياة الامل في نهاية العرض. فمش عايز احرق بقى كله عشان الناس تيجي. طيب لا احنا كل مليان احاسيس، وزي ما انت قلت هو متناقض. هي ست كدابة جدا داخلة منطقة القبور علشان تعمل طقوس الموت أمام شاهد قبر جوزها، علشان تفرج ابنها أو توري ابنها إن هي ست مخلصة وما إلى ذلك، يعني من الشعارات اللي هي عايزة تسقيها لابنها، وهي مش فارق معاها، هي أساسا مش عارفة أنه قبر في القبور دي قبر جوزها. فبتتقابل مع الأرملة الشابة على نفس القبر، وبيحصل بينهم طبعا مشادة بالإيدين صراع بين الإخلاص وحب المال والحب المزيف اللي هي كانت بتتكلم عنه في الأول، وبتحذر ابنها من أنه أبوه بيعرف الفرق بين الاثنين. وفي الآخر طبعا هي بعد صراع فظيع وبعد ما بتعمل طقوس وتغني وتنتحب وتولول على القبر وبتاع، بنكتشف أن هي كدابة أساسا، وأن هي ما تعرفش أساسا فين قبر جوزها، وأنها مسكت في الأرملة الشابة وبهدلتها على مفيش على الفاضي يعني. لكن